مرحبا في قناة سامية فرح. اليوم بدنا نتكلم على موضوع رفيق بوتا. واش يمشي للحبس؟ واش يتسامحوا مع المغاربة؟ واش الخطأ ديالو تستاهل العقاب اللي طالبوا بيه بعض الأشخاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت اليوم نتكلم معكم في موضوع ديال رفيق بوبكر، ممثل مغربي اللي تشد لأنه عاير المقدسات، عاير أئمة المساجد، تطاول على الله عز وجل وعلى الإسلام بصفة عامة. أنا من نظريتي أن الإسلام ولا الله عز وجل ولا الإسلام ولا المسلمين، أن كلام ديال إنسان غير واعي غيأثر فيهم. هذا هو يعني كلامه ما غيزيد ولا غينقص أي حاجة من هاد الأشياء اللي إحنا تنسموهم مقدسات. الحاجة الوحيدة هو أنه أخطأ في حق نفسه، وللأسف لأنه هو مدمن على الخمور، وهذا هو الموضوع المهم اللي خصو يتأخذ بعين الاعتبار. أن السيد خصو يتداوى، هذه مش أول حادثة وقعت لي مع الخمر، وخصو يتداوى على أنه يمشي شي مصحة، أنه يشوف واش هو ألكهوليك، واش زعما يعني لأنه تيوقع في المواقع يعني اللي هاد المرات الفايتة ضارب مع الناس، هاد المرة وقعت له هاد المشكلة. وحنا تنعرفوا أن الخمر الإنسان الغير واعي يقدر يوصل لأي بزاف الحوايج تيديروهم الناس اللي تيكونوا شاربين ولا تحت التخدير، أي نوع ديال التخدير. فنتمنى ليه أنه هو يتعلم من هاد المسألة، وأنه يتوقف على شرب الخمر، راه محرموش الله غير هكاك، لأنه فيه ضرر كبير لا على الشخص ولا على الأسرة ديال الشخص ولا على المجتمع. فأنا نتمنى أن الحاجة اللي يخرج بها المجتمع ولا القادة ولا هو كفرد، أن يكون يتغير هو السلوك دياله ديال شرب الخمر، وأنه يبدأ يعطي ندوات للشبيبة في المدارس أن الخمر يعني مضر، وهذه هي اللي خاصة العقوبة دياله تكون، هي أنه يمشي يتكلم مع الفئة الهشة الشبيبة باش ما يستعملوش الخمور، باش ما يوليوش الناس اللي الخمر تلعب لهم دور كبير ويأثر عليهم بطريقة سلبية في الحياة ديالهم. فنتمنى ناخدو هذا الدرس، ونتمنى هو والقضاء أنهم يعطيو حل اللي هو يتعلم منه الدرس، أنه يقدر يشارك التجربة ديالو السلبية مع فئة اجتماعية اللي هي بحاجة للتأطير، وشي واحد اللي يهضر من تجربة على الإدمان أو على الخمور. وهذا الإدمان على الخمور هي مسألة يعني منها بزاف ناس، وحتى الخمور حتى المخدرات الأخرى. يعني نتمنى تكون واحد المعالجة وانتباه لمسألة الإدمان، لأنها انتشرت بكثرة وتنشوفوها في بزاف في المجتمع ديالنا، ولات منتشرة وحتى ما بين الفئات اللي كانت من قبل أقلية واللي هي النساء. اليوم تنشوف أمهات عندهم ولادهم وهما إما مدمنات على الخمور أو أقراص مهلوسة، فنتمنى ولا الحشيش حتى هو نتمنى، لأن الإدمان كذلك تياخذ الناس لأماكن أخرى، هي أماكن الإجرام. فنتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعافي هاد الناس، وأن المجتمع يحاول يوقف معهم إلى شفتي شي واحد في الحي ديالك، ولا أنك تغيري هاد السلوك، ماشي بأنك تمشي تواجهي وتقولي لي حبس، حيت هذاك الإنسان ما تيوليش مدمن غير هكاك. قليل اللي تيتاخد الإدمان غير هكاك، هو راه نوع من التداوي. فالإنسان خصو ياخذ واحد العلاج نفسي، واحد المراقبة، واحد المجتمع اللي غيقدر يتفهمه وما يبقاش يحكم عليه بأشياء هو قام بها. فنتمنى الشفاء والعافية لكل واحد، وأن الظروف تغير، وحتى هو نتمنى ليه الاستقرار، ونتمنى ليه أنه يقدر يتقوى على هذا الإدمان وما يبقاش ضحية ليه، وحتى
وحقيقة من شفت الفيديوهات ديال الزوج ديالو قطع لي في القلب ديالي والأطفال ديالو. وهو كشخص أنا دائما تنسمعو تيهضر حقيقة ممكن أنا متنتفقش مع بزاف أشياء تيديرهم، ولكن كشخص يبان شخص نقي. غلطة كبيرة، ونتمنى أن المجتمع المغربي يكون مسامح، ومدام هو اعترف بالخطأ صافي ندوروا لاباج ولا الصفحة ونزيدوا إن شاء الله، ونتمنى جميع الأشخاص الصلاح، والله يساوب الأمور إلى فيديو آخر. صديق والحمد لله بأنه يصلي ولا يترك فرق ويعمل خير ويتصدق كثيرا ويحب الناس ويحب يخدم الناس، وذهب إلى الحج أكثر من مرة، ولكن مع الأسف الشديد والذي لاحظته عليه بأنه بعد صلاة العشاء يتناول الخمور ولا أحد يعرف عنه. ولما قمت بنصحه عن ذلك قال بأنني أشرب بعد صلاة العشاء وأنام حتى صلاة الفجر، فتكون الرائحة خرجت من الفم وأرجع إلى حالتي الطبيعية. هذا ما أستعمله في هذا الزمان ولا أخبر عنه أحد. ما حكم هذا الرجل معجوري؟ حكم أنه عاصم، هذا خطر عظيم، يعني خمر من كبائر الذنوب. رسول الله عنه الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومحملتها إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، شرها عظيم أم الخبائر. والله يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا على خطر عظيم، قد ينام عن الصلاة، قد يجره ذلك إلى أعمال منكرة. فالواجب على المسلم أن يحذر الخمر مطلقا ولو سرا، يجب أن يحذرها. الله يعلم السر والأخفى ولا تخفى عليه خافية، فكيف يبارز الله بالمعصية؟ يستتر عن المخلوق يبارز الله بالمعصية. الواجب الحذر والتوبة إلى الله من ذلك، وهو على خطر عظيم أن يجره هذا الإصرار إلى شر عظيم. فالواجب عليه التوبة إلى الله والإقلاع منها والحذر منها، وأنت عليك أن تنصحه كثيرا وتحذره من مغيبة هذه المعصية فهو على خطر. نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا سماحة.